يا صباح الخير والجمال عليكم، ولسه مكملين معاكم فقراتنا في نهار جديد. وكلنا طبعا سمعنا حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروع بشائر الخير، واللي اتكلم فيه عن موضوعات مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، بالنسبه لمستقبل مصر. لكن كان في جمله مهمه وقف عندها كتير من الناس، وهي ان الجيش المصري قادر ان هو ينتشر في مصر في خلال 6 ساعات. طبعا قدره الجيش المصري على يعني على هذا الانتشار بهذه السرعه دي حاجه اكيد مشرفه جدا 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 بالنسبه لنا لاي مصري، ولازم تخليه يحس بالامان. انا مطمن، انا اي حد هيفكر يجي لي ولا يعاديني ولا يقرب مني الجيش في ثانيه هينسفه. بعض الناس حاولوا ان هم يوجهوا التصريح ده في اتجاهات تانيه خالص، والبعض قال هنا انه مقصود بيها مجموعه مهمتها الاولى والاخيره اللي هم بنشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي كتير جدا، يعني دول اليومين دول نشطاء الايام دي كتير قوي، هي السخريه ونشر الاحباط. وبيحاولوا طول الوقت هذه المجموعه، وده من ضمن المخطط برضو بالمناسبه، ان هو ما يلفتش نظرك لاي شيء ايجابي. حتى لما اجي اتكلم عن شيء ايجابي تلاقيهم اشتغلوا عليه الله ينور برضو، ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ودول في اي مشروع بيتم افتتاحه، مشروعات القوميه، زيارة ناجحة الرئيس قام بيها، نجحنا في علاج مرضى فيروس سي، قدرنا نوفر شغل بمرتبات بسيطة، بمرتبات بسيطة، ما بقولش هو ولا مرتبات جامدة ولا واو ولا أي حاجة. لازم يسخروا من الشيء ويقللوا من قيمة الشغل اللي بيتعمل. عموما احنا معانا النهاردة ضيفنا الكريم، نورنا في الاستوديو الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، اللي هيكلمنا عن رؤيته اولا لكلمه الرئيس. وهنفتح معاه كمان مواضيع كتير جدا 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 اكيد بتهمنا، ونشوف تحليله للامور، الاحداث، الناس اللي خدت التسخين على موضوع الاحباط ونشر الطاقه السلبيه ده بانه خدوه نوع من انواع برضو السخريه والتريقه، هل ده علم موجود هو يعني بيلمسه من خلال دراساته السياسيه والاستراتيجيه؟ زي حضرتك يا دكتور، اهلا بيك، منورنا في نهار جديد النهارده، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بصحه السلامه وجميع الساده المشاهدين بصحه السلامه يا رب. يا رب يخلي حضرتك. انا عايزه ابتدي في البدايه من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروع بشائر الخير، والكلمه اللي هو قالها، رسالته كانت رساله قويه جدا، والجيش المصري قادر على الانتشار في خلال 6 ساعات. حاولت بعض الناس زي ما قلت في البدايه ان هم يتلاعبوا بالكلام، ويحاولوا من خلال استخدام السوشيال ميديا وبعض المواقع ان هم ينقلوا الدفه في اتجاه اخر. تحليل حضرتك للموضوع ده؟ اقول لحضرتك حاجه، خلينا نحسبها بالعقل كده. الرئيس قال ايه؟ قال الجيش المصري قادر على انتشار في كل ارجاء مصر، لديه خطه للانتشار في كل ارجاء مصر خلال 6 ساعات. ده الرئيس قاله. طب هم فسروها اللي الجيش بيهدد الشعب، ولو الشعب نزل الجيش هيضربهم و و و وده تهديد مبطن. تعالى نتكلم بالعقل. هو القلق بيحصل في كل ارجاء مصر، ولا القلق بيحصل في حته كيلو في كيلو احنا عارفينها اللي هي ميدان التحرير؟ هو يوم ما بينزلوا يعملوا مظاهرات في اسوان ولا في مطروح ولا في العريش، اللي هي الاماكن الحدوديه بتاعتنا، بقول كل ارجاء مصر. القلق بيحصل في المناطق دي، ولا بيحصل في ميدان التحرير وممكن 3 4 نقاط مثلا، ايه قاضي ابراهيم في اسكندريه احنا خلاص حفظناهم بالظبط، ميدان 40 في السويس، مش عارف ايه. يعني لو انت عايز تهدد الشعب او انت بتخوف الشعب المظاهرات، ده انت يكفيك 5 دقايق، لان انت عارف كويس قوي يحصل مظاهره هنا بعد ساعه او اتنين هتوقف جنبها مدرعتين ثلاثه، 5 دقايق هتتنقل. هو من امتى اصلا يا دكتور خالد الناس اللي حاولت تنشر الموضوع ده؟ يعني انا بلاقيهم بمنطقهم، بمنطقهم. انت بتقول اللي انت الجيش، يبقى انت مش محتاج الكلام ده، ده رقم واحد. طب بنشوف كلمه الرئيس بيقول ايه؟ بيقول الجيش قادر على الانتشار في كل ارجاء مصر. يبقى انا بقول للناس اللي انا عندي بالبلدي كده، عندي منطقه المفروض منطقه جيم، المنطقه جيم اللي التسليح فيها اقل من المنطقه بيه، وزي ما احنا كنا عارفين التفاصيل، انا اقدر اوصل للنقطه دي خلال 6 ساعات. دي كانت الرساله، الرساله مش للداخل، الرساله للخارج. بقول يا اخ اوباما، يا اللي انت دفعت 8 مليار دولار للاخوان عشان يبيعوا الحته اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي من رفح لغايه شرق العريش، لغايه الريسه، ال 40 كيلو دول بعمق 12 كيلو اللي المخطط جور ايلاند احنا حافظينه، اللي ما بيحصلش ارهاب غير في المنطقه دي بالصدفه. يعني لو انا راجل ارهابي، انا راجل ارهابي وعايز اعمل عمليه ارهابيه، اروح اعملها في منطقه صحراء اقل نسبه سكان، اقل تاثير، ما فيهاش اي تاثير، ولا اروح اعملها في عمليه منطقه انزل شويه الاقي منطقه مثلا زي شرم ولا فيها سياح واي عمليه هتسمع؟ ما بيعملش. هو عايز يعمل في المنطقه دي بس، عشان عنده اوامر في المنطقه دي بس.
يا جماعه نبدا نركز اول حاجه علشان نركز وعشان ما اقطعش حضرتك تاني. معلش الرساله للخارج. لا انا عايزه استرسل مع حضرتك في الحديث اكتر من كده. معلش هنطمن المشاهدين على الحاله المروريه طبعا طبعا ونرجع. احنا عارفين النهارده اجازه بس برضو ممكن حد يكون عايز يعني يطمن المرور اخباره ايه. بس الحمد لله اكيد الدنيا ان شاء الله رايقه. نروح لزميلنا احمد مصلحي من الاداره العامه للمرور. صباح عليك يا احمد وصباح موصول لكل ضباط وافراد الاداره العامه للمرور. صباح الخير عليك يا اسماء وعلى كل الزملاء في الاستوديو والساده مشاهدي شبكه تلفزيون النهار. نحن الان متواجدين داخل غرفه عمليات غرفه عمليات المرور، ويعني معروف طبعا النهارده اجازه رسميه والطرق تقريبا يعني فيها سيوله مروريه كبيره، لكن هنتعرف على تفاصيل اكتر من الرائد محمد الشربيني من غرفه العمليات الرئيسيه للمرور. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. عايزين نطمن الساده المشاهدين على الحاله المروريه في القاهره الكبرى النهارده. طبعا صباح الخير لحضرتك وجميع السادة المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلت النهاردة أجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. كل سنة وحضراتكم بخير والشعب المصري كله بخير وأيضا الأمة الإسلامية كلها بخير. طبعا زي ما هو واضح حتى على شاشات خلفي سيولة مرورية تامة على مختلف المحاور سواء داخل القاهرة أو الجيزة أو الإدارة العامة المرور على الطرق السريعة بالكامل. عندناش أي اختراط بأي معوقات على الحركة المرورية، سيولة تامة على الطريق الدائري، أيضا داخل القاهرة على الكورنيش والاوتوستراد وعلى أعلى أكتوبر والمسطحات الأرضية العباسية ورمسيس، الكافة تعمل بصورة جيدة جدا بدون أي اختراط بأي معوقات أو أي حوادث تعيق الحركة المرورية. طب سيادة الرائد، من المعروف إن في الأيام الأجازات يعني في الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا الطرق بتبقى زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية، لكن في الساعات المتأخرة يعني بعض المواطنين بيخرجوا طبعا في الساعات المتأخرة في أيام الأجازات، هل متوقع ان يبقى في كثافات مروريه في ساعات الليل المتاخره؟ هو طبعا بتبدا الفتره المسائيه تقريبا من الساعه 7 مساء ممكن يبقى في تزايد في الحركه او احجام الحركه المروريه في بعض القطاعات داخل القاهره، ولكن طبعا مش هتبقى بشكل كبير لان حضرتك عارف ان بكره في مدارس فبيبقاش في ضغط بالنسبه للفتره الليليه بشكل كبير. ان شاء الله خدمات الاداره العامه للمرور موجوده وبالتنسيق مع الاداره العامه للمرور الجيزه والقاهره ان شاء الله نحاول ييسر الحركه المروريه وما يبقاش في اي احجام مروريه مرتفعه في مختلف المحاور، تبقى الحاله جيده جدا باذن الله في الفتره الليليه. تمام، شكرا لحضرتك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الوفية. يعني كانت هذه تغطية مباشرة من غرفة العمليات الرئيسية للإدارة العامة للمرور. شكرا لكم وعودة للزملاء مرة أخرى في الاستوديو. بشكر طبعا زميلنا أحمد مصلحي اللي ادانا تقرير عن الحالة المرورية طبعا، وشكر موصول لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور اللي هم مش أجازة، ما بياخدوش أجازة أصلا، يعني الناس كلها اجازه، كلكم اللي قاعد باجازته بقى يستمتع بيها ويروح بقى يقضي مشاويره، شوارع فاضيه والدنيا رايقه. الحمد لله رب العالمين، توصلوا كلكم يا رب بألف سلامة بإذن الله. وبرجع بقى أكمل مع حضرتك يا دكتور، احنا كنا حضرتك بتشرح ما هو المقصود من هذه الرسالة وليه الخارج. لا ده نقول لحضرتك الأحلى من كده، الرد بتاعها تم محاولات للتلاعب بيها أو تحريفها. يا فندم الجملة موجهة لمين؟ للخارج. تمام. اللي أنا أقدر أوصل لأي حتة عندي في 6 ساعات. تمام. يعني يا أخ يا اللي قاعد على الحدود جنبنا، انسى المخطط اللي أنت بتخطط له بقالك 4-5 سنين وشغال فيه. تمام. طيب الرد بتاع الجمله دي جه امتى؟ في الجنازه بتاعت بيريز كلمه نتنياهو قام يقول كلمه في تأبين بيريز بعد ما دفنوه في الجبل بتاعه جبل القدس. قال كلمه غريبه جدا. قال نشكر جود بيريز في السلام و و و، وفجاه خرج بره الموضوع وقال جمله بره الموضوع، قال والسلام لا يتم فرضه الا بالقوه. أنا كده نتنياهو قالها كلمة علنية الناس كلها. الكلمة دي واضحة قوي إنها موجهة، دي مش مجرد كلمة عادية. تمام. اللي إحنا برضو عندنا قوة و بيرد على الكلمة اللي الرئيس السيسي قالها له، اللي هو قال اللي إحنا نقدر جيشنا دي خطة ينتشر في 6 ساعات في أي منطقة. فبيقول والسلام لا يتم فرضه إلا بالقوة. ورجع تاني لموضوع التأبين، يعني فكانت رسائل موجهة. الرسائل الموجهة من مصر الكلمة الشهيرة للأخ عصام حج اللي بيسألها الجيش المصري بيجيب سلاح ليه؟ ليه بيتسلح؟ صحيح. الاخ عصام حج ده مواطن امريكي يجرؤ يسال امريكا اللي هي بلده اللي هو بيدفع ضرائب في امريكا وبيشتغل في امريكا، يعني الضرائب بتاعته هو ساكن في هيوستن فبيدفع 3 ضرائب، ضريبه سيتي تاكس اللي بتاعت هيوستن وستيت تاكس اللي بتاعت تكساس والفيدرال تاكس بتاع امريكا، بيدفع 3 ضرائب. بيروحوا الخزانه العامه الامريكيه الاي ار اس عشان يشتروا سلاح ويبنوا دوله. هل تجرؤ يا عصام يا حجي تسال امريكا بتشتري سلاح ليه وهي دوله محيط يمين ومحيط شمال ما مش مهدده ما فيش او بكام
لا ده اعلى ميزانيه في العالم. او بكام؟ ميزانيه التسليح الامريكيه. الجيش الامريكي يعلن على الميزانيه بتاعته؟ لا ما هو احنا عارفين ميزانيه، ميزانيه التسليح الامريكي اعلى من 8 دول اللي بعدها مجتمعه. يعني الجيش الامريكي ميزانيته لوحده اعلى من 8 دول اللي بعدهم مجتمعين، بمفهوم الصين بمفهوم روسيا. تخيلي الميزانيه الامريكيه شكلها ايه وانت ما بتتكلمش، ودوله غير مهدده وما عندهاش اي مخاطر وما تجرؤش تتكلم عنها اللي اخده فلوس منك انت، وجاي تكلمني عن مصر اللي انت ما بتدفعش فيها جنيه، الدوله المهدده اللي ليل نهار في مؤامرات، ليل نهار في حروب، ودخلنا 100 حرب مع الجار بتاعنا وبيهددونا، والراجل بيقول لك اهو السلام لا يتم فرضه الا بالقوه. يعني الراجل بيقولها وش كده، يبقى انا انام اسكت؟ مش ممكن. فكلمه الرئيس كانت موجهه للخارج بصفه اساسيه، وبتعرف الشعب وبتطمن الشعب. هو خرج بره السياق وقال الكلمات ورجع تاني، اللي احنا جيشنا قادر على حمايه البلد وكل حته. احنا المخاطر اللي بتهددنا، معلش يا جماعه، من الجبهه الشرقيه، العدو القابع على الحدود الشرقيه. احنا المخاطر بتهددنا من الجبهه الغربيه دلوقتي، داعش والاشكال في ليبيا، وبتهددنا من الجبهه الجنوبيه. لسه اول امبارح ظابطين 200 حته سلاح كلاشينكوف وذخيره ففي الاخر لازم جيشنا يكون قادر على حمايه الدوله، الاقليم المصري بكل حدود وبكل يعني بكل الاختراقات اللي بيحاولوا يصدرها لنا للاسف. فكلمه الرئيس انا اعتقد تماما تمام اليقين انها موجهه للخارج، ووصلت الرساله وردوا عليها. طيب انا كده قدرت افهم بشكل كده من حضرتك، بس هم استغلوها بقى العيال. ايوه ما انا لسه بقى هدخل بقى على نقطتين مهمين جدا، وهم برضو انا هكمل فيهم موضوع الجيش المصري. تمام. اولا كده احنا فهمنا مضمون الرساله من حضرتك بشكل ملخص، ان احنا لماذا قيلت هذه الرساله وما المقصود بها في هذا التوقيت، انه اكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهزه الدوله لديها معلومات مؤكده ان هناك مخاطر ما ممكن تهدد امن واستقرار مصر، فبيوجه رساله للخارج نحن قادرون على الانتشار في خلال 6 ساعات. الفكره بقى انه تحويل، يعني هنقول التلاعب بهذه الرساله، الجزء الاخر متعلق بالجيش المصري، ان هو يدي رساله انه الجيش المصري لا هم مالهم بمشروعات التنميه، لا، وينسوا خالص اقتصاد الجيوش اللي قايم في العالم شغال ازاي، او الجيوش بتعمل مشروعات بره في العالم فيه ازاي، ويبتدي يدي رساله مختلفه لقطاع من المصريين عشان يعمل حاله فرقه، وكان الجيش المصري ده جاي مثلا من الخارج، مش كل اللي فيه مصريين واخواتنا واولادنا وقرايبنا ولانه لم يعد على الجيش المصري من قبل انه اذى اي مصري في يوم من الايام. الاجابه بكلمتين ببساطه خالص، لانه الجيش الوحيد الباقي في المنطقه، فيجب هده. حاول يهد الجيوش ازاي؟ جيش زي الجيش السوري قسموا نصين، ده شيعه ده علوي ده سني ده كردي، وقسموا الجيش. اليمن برضو قسموا الجيش، دول تبع علي عبد الله صالح، دول تبع مش عارف حسين، وقسموا الجيش. العراق اول ما برايمر مسك العراق طلع قرار بحل الجيش وقسمه، بقى الجيش كله ميليشيات شيعيه فقط، ما عادش بيدخل سنه الجيش، والسنه عملوا اغلبهم انضم لداعش فبيشق الجيش. يقدر في مصر يعمل كده؟ ما يقدرش يشق الجيش. طب يعمل ايه؟ يعمل حاله من الفرقه والحساسيه بين الجيش وبين الظهير الشعبي اللي بيحميه. اي جيش في الدنيا بدون ظهير شعبي بينتهي. طب بيتدمر بينتهي، لان زي اللي حصل للجيش التركي. طب بقى ظهير الشعب ضده، فهو عايز يعمل نفس القصه، لكن هل هينجح في كده؟ مستحيل. لا طبعا مستحيل. اللي عايز اقول لحضرتك ان في مخطط، بس ما نقدرش ننكر انه بعض الناس، عفوا مش بقطع كلام حضرتك، او تسميها بقى لجان الكترونيه، ناس شباب يعني زي ما حضرتك عايز تطلق عليها، ابتدت فعلا تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتبث هذه السموم في عقول الناس. ليه بقى؟ ليه بقى؟ سبب مهم جدا. الجيش دلوقتي لأول مرة الجيش المصري يواجه المواطن المصري، كان طول عمر الجيش المصري خطوة لورا، كان اللي بيواجه المواطن المصري الداخلية، كان يحصل أي مشكلة الداخلية اللي تنزل، عشان كده الداخلية كانت بتبقى هي بتشيل الحمل، أي إضراب، أي مشكلة، أي اعتصام، أي مشكلة في أي حتة، غرق يشيلها مين؟ الداخلية. دلوقتي الجيش اتصدر نتيجة الفترة كان فيها في فراغ في الداخلية، الداخلية ما كانتش موجودة، نتيجة الأحمال الكتيرة على الداخلية ما قدرش يواجهها، فالجيش نزل الشارع بقى يواجه المواطن المصري. حصل مشاكل في التموين فالجيش نزل الشارع هو اللي بيبيع الاكل، حصل مشاكل في مش عارف في لعب الاطفال فالجيش هو اللي استورد الاطفال، فبقى الجيش ظهر للمواطن المصري. فبدا بعد ما كان الجيش هو حامل حمى المهمه المقدسه اللي بيحميني، لا بقى الجيش قدامي في الشارع، لما بيحصل مشكله ممكن ارميها عليه، الجيش بقى يشيل الليله زي ما بيقول. طيب هو هل هو بيشيل الليله ده مش حاجه ايجابيه؟ ايجابيه وسلبيه، ايجابيه ان بيحل المشكله، بس سلبيه لما بيحصل مشكله بيشيل هو الليله.
هي دي المشكله. طب ما هو ماذا لم يكن هناك دور للقوات المسلحه في حل الازمات اللي بقت موجوده في الشارع المصري؟ يا حضرتك يا فندم يعني انا مع دخول الجيش في كل حاجه، بس ما ينفعش الجيش يبقى هو الوحيد اللي بيحل المشاكل. اين دور الجهات الاخرى؟ يعني ما ينفعش المجاري تبوظ في اسكندريه انزل الجيش يصلحها، طب فين دور المحليات؟ فين فين فين؟ ما احنا ما عندناش محليات. هي دي المشكله، يبقى شايل مشكله المحليات. شركه واحده كانت محتكره استيراد لبن الاطفال، الجيش نزل رخصه من 60 جنيه ل 30 جنيه، طب فين يا جماعه الشركه المصريه ايا كان اسمها، هي شركه حكوميه مش قضيه، الشركه دي دورها فين؟ المفروض تقوم بالدور. كان في برضه دور ان الناس الثانيه عايزه مكاسب، فمش فبيستغلوا ما هو في اطماع برضه شخصيه. يبقى اطماع من هنا وفشل من هنا وتسيب من هنا. طب ما فيش حل غير ان الجيش بيشيل الليله، هي دي المشكله. هي دي المشكله، لا هو بيتصدر مينوب المخلص لتقطيع هدوم، هو بيتصدر حل المشكله. حد عايز اعباء زياده، يعني احنا شفنا برضو في في في, في مشروع ورئيس بيفتتح مشروع بشار الخير بيسال، يعني اصلا اوريدي يعني نقدر دلوقتي انه في عبء على الاداره الهندسيه للقوات المسلحه، عبء ما حدش اكيد بيطمع في مسؤوليات زياده. هل الجيش بيقوم بالدور ده بمزاجه؟ لا. هل ده دور الجيش؟ لا. طب ده دور مين؟ دور فلان وفلان وفلان. الناس دي صح بالنسبه لنا دلوقتي في الوضع الحالي في المعاملات اللي بنواجهها، نخلي الناس دي تشتغل ونورس عليهم ونشغلهم، ولا نخلي الجيش يشيل كل حاجه ويواجه الشعب؟ ده السؤال اللي المفروض نبدا نساله. طيب ليه الجيش بينجح؟ ما ده سؤال برضو لازم حضرتك تساليه. هل الجيش عنده عده ولودر فولدوزر او عشان يعمل الطرق؟ هل الجيش عنده عده بيبني عمارات؟ لا، بس الجيش بينجح عشان حاجتين. في الجيش اتعلموا العيال الصغيرين او ما يخش الجيش وعنده 17 سنه اللي كل واحد ليه مهمه محدده في وقت معين، الالتزام وقت معين، تقسيم المهام. الطالب وهو في الجيش عارف انه بيصحى الساعه 6 الصبح في الكليه الحربيه، بيجري طابور الضاحيه، بيرجع الساعه كذا، بيستحمى، بيلبس، بينزل، بيقف طابور كل الثانيه. تقسيم المهام دي اهم حاجه. تاني حاجه الثواب والعقاب. في القوات المسلحه اللي بيغلط غلطه قبل اخر ضوء لازم يكون خد عقابه، مفيش حاجه بتبات تاني يوم، واللي بيغلط بالليل قبل اول ضوء لازم ياخد جزاته، يدور مكتب وياخد الجزاء بتاعه. يبقى في ثواب عقاب فوري وفي تقسيم مهام محدده. طب ما ناخد الاسلوب ده ونطبقه في كل الشركات الفاشله او اللي فيها تسيب او فيها فساد او مش الدنيا هتنجح؟ يعني كل مره نقول الجيش ينجح، ايوه الجيش بينجح عشان الحاجتين دول. طب ما تطبق الحاجتين دول في الشركات الفاشله عندك، المحليات اللي كانت نفس المشكله اللي حصلت. هو الجيش عنده وسائل تسليك البلاعات او جاب حاجه المحليات واجبرهم يشتغلوا واستغلوا صح، وبيستعينوا حتى في كل المشروعات بشركات القطاع الخاص وشركات خاصه جدا وعمال مدنيين، هم اللي بيشتغلوا. في اداره، في استلام طبق المواصفات، استلام طبق المواصفات، في ثواب وعقاب. لو انت مش عامل الشغل امشي، مش هتاخد فلوسك. مفيش فساد، مفيش رشاوي، مفيش مناقصات، مفيش تحت الترابيزه. هي دي مشكلتنا. بس في جزئيه ثانيه يا دكتور برضو، يعني فكره انه يعني الفكر اللي موجود في القوات المسلحه، وهو حضرتك عارف ان احنا هنا عندنا في مصر احنا بنتكلم على جيش بتجنيد الخدمه العسكريه اللي بيأديها المواطن المصري داخل صفوف الجيش، عشان كده مفيش بيت في مصر ما عندوش حد في الجيش مجند بقى ضابط متطوع، ما فيش حد بيت مصري ما عندوش حد في الجيش. بس هي الفكره انه كمان هذا الاسلوب اللي الناس ممكن تكون مش مدركاه، وحضرتك وضحوا لي وفيدني بمعلوماتك، انه احنا القوات المسلحه عندنا عندها عدد من البشر، عندها موارد بشريه من اللي يعني المجندين المتواجدين كل عام بينضموا لصفوف الجيش المصري، وبالتالي لازم يتم تشغيلهم وتقسيمهم لمجموعات زي ما حضرتك بتقول، والا يعني بس مش دورهم يا فندم. ايوه انا عارفه. بس فكره انه الناس هتقعد تقول لك طب مش دورهم، الجيش هو حل الضروره وليس الحل الدائم. طب هل حضرتك بتشوف انه هذه الفتره كانت تستدعي الضروره؟ ضروره فعلا. انا ولا لا 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 انا معاكي ان الجيش قام بدور رائع وكان لازم يقوم بيه، كان لازم. انا معاكي في كلامك، كان لازم. ركزي في كلامي، كان لازم يقوم بالدور ده، بس ما ينفعش اتكل على الجيش واحل كل مشاكلي. مش دوره، لا ده انا اقوم بقيه المؤسسات وادير بقيه المؤسسات بنفس الفكر المؤسسي الناجح اللي بيدار بيه الجيش المصري. لو انا نجحت في كده الدنيا هتمشي. ما شركه المقاولين العرب في عز مجدها، دي شركه حكوميه ما بنعملهاش اعلان، اكبر شركه مقاولات في الشرق الاوسط وافريقيا والعالم العربي، كانت بتاخد مشاريع في 20 و30 دوله في العالم عشان النظام المؤسسي بتاعها. النهارده حصل لها نوع كبير من الانهيار وهكذا. كل مؤسسات الدوله لو تدار بنفس الفكر المؤسسي اللي يدار بيه الجيش المصري هتنجح. اذا احنا عايزين نبني مؤسسات الدوله ملجأش عشان الحل السهل بتاعي وتعبه علشان ما نتعبش القوات المسلحه اكتر من كده ونحملها اعباء مش دورها. يعني مش دورها وهي بتقوم بحل الازمه، لانه الضروره القصوى تستدعي
وجودها لحل لان حضرتك النهارده في اي حاجه اي ملف بيقع من مؤسسه لمؤسسه دوله يلجا للجيش نلجا للجيش جاري. طب ما الجيش هيقوم بالدور ده هيشتغل فيه، بس ما نضحكش على نفسنا على حساب حاجات كتير جدا جدا. ابسط حاجه منهم انك حطيت الجيش في مواجهه الشعب لاول مره، فاي فشل بيحصل من اي مؤسسه بيتحمل على الجيش. طيب هل دلوقتي ما اذا لو المؤسسه العسكريه انسحبت من كم المشروعات اللي مشرف عليها دي عشان تريح الناس وتقول لك خلاص استحاله الجيش المصري يعمل كده؟ لان ده جيش بلدنا، ده الجيش اللي بيقوم عليه البلد هو اللي قايم بالبلد، استحاله الجيش المصري يعمل كده. لكن انا ما استجلش بقى النقطه دي، وان كان حبيبك عسل ما تحسوش كله. طيب الناس اللي عماله دلوقتي تقول لك لا لابد ان يعود الجيش المصري لسكناته ويكتفي الاخ البرادعي بالظبط لابد ان يعيش يرجع لسكناته ويكتفي بالمهمه اللي بيقوم بيها. طيب واحنا لم نصنع باقي المؤسسات لسه اللي هتقوم بهذا الدور البديل، هنرجع في فراغ. لا انا رديت على برادعي لابد ان تعود الجيوش الى سكناتها، كتب كده. فرديت عليه قلت له انا رحت للجيش الليبي والجيش العراقي والجيش السوري والجيش اليمني والجيش السوداني والجيش الصومالي ما لقيتهمش عشان يرجعوا لسكناتهم. الجيوش دي خلاص اتدمرت بسبب واحد زي البرادعي في كل بلد، يعني هتلاقي مثلا في اليمن توكلت كمان، هتلاقي مش عارف مين، هتلاقي في كل بلد واحد واحد زي البرادعي دمر الجيش، واحنا مش هنسمح لواحد زيك يدمر جيشنا. سكنات الجيش المصري هي قلوب ومساكن الشعب المصري، لان هو ده جيشنا بلدنا، ده مش جيش محترف، ده جيش من بلده، من زي ما مش ناس مرتزقه او بيقبضوا مرتب او زي الجيش الامريكي، لا ده اولادنا بيروحوا الجيش ويرجعوا، يروح الجيش ويرجعوا، القصه مختلفه. عشان كده هقول لحضرتك حاجه، دايما وابدا لما في عمود قيمه عشان تهد البلد تكسري العمود. هم الوقت كل مشكلتهم هد الجيش المصري، هد الجيش المصري، وبداوا يستغلوا بقى حاجات كل شويه اي حاجه تحصل هايفه، فين الجيش؟ فين مش عارف ايه؟ فين الجيش؟ انا اديتهم الفرصه، انا اديتهم فرصه نتيجه اللي الجيش شال شيله مش بتاعته، اللي هي المؤسسات الكتير اللي واقعه. طب انا رقم واحد استعين بالجيش دلوقتي؟ انا معاكي لازم عشان يقوم البلد، بس في نفس الوقت اللي بستعين بيه في الجيش ابدا اقوم المؤسسات الثانيه، ابدا اطبق فيها نظام مؤسسي، سياسه ثواب العقاب، تحديد المهام و و و، يبقى في اداره حقيقيه في المؤسسات الثانيه، تبدا المؤسسات الثانيه تفوق، الجيش يرتاح شويه ويرجع يقوم بادواره اللي هي مكلف اصلا بيها. تمام. لازم الاثنين، يعني اللي يحب الجيش المصري لازم يقول كده، لان لازم يقول كده. الجيش المصري قطع الف خيره بيقوم بادوار رهيبه رائعه لانقاذ البلد، ومن غيره كانت البلد وقعت. بس احنا مش هنقرص بقى عليه العمر كله. لا طبعا. طيب انا هرجع واقول لحضرتك انه احنا بنعيش مناخ في مصر امن. تمام. مستقر الحمد لله رب العالمين، لكن انا دايما بسال سؤال مهم جدا، لما تيجي تحاول تفهم حد تقول له خلي بالك على البلد، احنا مستقرين بس لسه ناس كتير مش عايزه الاستقرار ده يتم، خلي بالك انه مصر بتتعرض لمؤامرات كتير، يقول لك انت بتقعد تكلمني بقى نظريه المؤامره والفزاعه اللي انتوا عايشين فيها والكلام ده. وابتدوا كمان يسفهوا من ان المواطن يشعر بان بلده بتتعرض لمؤامره او لازمه، فتقوم المؤسسات اللي حضرتك عايزها تقوم دي عشان اخف العبء على الجيش المصري. ما اكيد الجيش المصري مش حابب كم هذه المسؤوليات والاعباء اللي عليه. طبعا. يعني لما انا بيبقى عندي في الجيش وسياده الرئيس احنا بنشوف خلصتوا المشروع كذا، وبنسابق الزمن، بنسابق الزمن، ما بيناموش عشان نخلص هذا المشروع. يعني من مشروع لمشروع. انا متخيل اللي هو كامل الوزير ده ما بيخشش بيته. اعتقد اكيد اعتقد، يعني انا ما اعرفش ما بيروحش، بس اعتقد يعني انا بقى شفت كنا لسه راجعين من الاسماعيليه الجديده، ثاني يوم كانوا هم في سوهاج بعدها في كفر الشيخ. بالظبط. فالناس مش عايزه تفهم النقطه دي يا فندم. اقول لحضرتك حاجه برضه بهدوء وبالعقل، انا لما اجي اتامر على دوله، هتامر على دوله منتهيه ومتضحضحه ودوله فاشله وشبه دوله، ولا هتامر على دوله قويه وبتطلع؟ المنطق يقول ايه؟ هتامر على دوله لسه هتامر ودمر وحط خطط وابعت ناس وبدفع فلوس على دوله بتطلع. لكن الدوله اللي بتتدمر وبتدمر نفسها بتوقع نفسها زي سوريا مثلا، مش محتاجه اتامر عليها، اسيبها شغاله لوحدها. اذا كان عدوك يدمر نفسه فلا تقاطعه. والعراق سابه زي الفل. يبقى انا في مؤامره، في مؤامره ليه؟ عشان احنا شغالين وبنفوق وبنقوم. المؤامره سببها كده، مش سبب المؤامره اللي انا ما عندي مشاكل، لا ده سبب المؤامره اللي انا بقوم وهم مش عايزين اقوم وافوق. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا اتفق معاك اللي فيه مؤامره، بس مش كل حاجه ننسبها للمؤامره. تمام. ده برضو كلام منطقي. ما ينفعش انسب للمؤامره وزير فاشل، ما ينفعش انسب للمؤامره سياسات اقتصاديه غلط، ما ينفعش اقول لا ده في مؤامره، لا ده انت عندك سياسات اقتصاديه بتعمل لك مشاكل، ده انت عندك وزير فاشل، ده انت عندك محافظ فاشل بيسبب كذا، ما ينفعش اقول المؤامره.
يعني في تقصير في حاجات معينة؟ اه في تقصير بس مش مؤامرة، لكن ده لا ينكر وجود مؤامرة. رقم ثلاثة، وجود مؤامرة أدعى وأحرى اللي أنا استعين بقيادات وكفاءات عندها رؤية، عندها استراتيجية، عندها فكر. وجود المؤامرة ما يخلينيش أبدا استعين بقيادات فاشلة، لأن الدنيا هتتأندر أخطر. تمام، يعني لازم نتفق على كده. طيب المؤامرة إيه هي؟ هل صدفة بالعقل كده صدفة يوم وزيرة التعاون الإيطالية تيجي مصر مع وفد التعاون الدولي الإيطالية مع وفد من 32 مستثمر إيطالي، صدفة في نفس اليوم في نفس الساعة أول ما توصل مصر يلاقوا جثة ريجيني مرمية على أول طريق اسكندرية الصحراوي عند حازم حسن في نص الشارع بين الجزيرة بين الطريقين، يعني الطريق رايح وطريق جاي حاطين الجثة في نص الشارع بين الجزيرة بين الطريقين، هل دي صدفة؟ يعني حتى لو انا همشي معاك الداخليه قتلته، الكلام عبيط جدا. بص ما انا بقى ما انا مش عارف اتخلص من الجثه، تروح تحطها متعذبه جثه متقطعه عشان تبان في نص الشارع بين الجزيره بين ده في حته بيعدي عليها مليون واحد مصري كل يوم، ويوم زياره الوزيره الايطاليه ومعاها وفد من 32 واحد فيلجوا الزياره ويرجعوا تاني، يعني ما فيش مؤامره همشي معاك. هل صدفه اللي الدوله عندك اكبر سياحه عندها بتيجي من روسيا وبتروح شرم الشيخ تتضرب طياره طلع ومن فوق شرم الشيخ في الوقت ده، ومن يومها لغايه النهارده الروس بيلعبونا، الروس كل يوم حدوته، هنيجي نراقب المطار، هنيجي نشوف على ايه، وزير بتاعكم هنبعت لجنه، احنا عايزين صاله خاصه بينا، عايزين مفتشين خاصين بينا، لغايه ما يعدي الموسم. السياحه الالمانيه رجعت البارح، السياحه التركيه رجعت من شهر. الروس اللي هم اكتر ناس يهمونا وعددهم كل يوم بيحكي لك حدوته. اردوغان قابل بوتين قاعد معاه بعدها بربع ساعه الطيارات الروسيه نزلت تركيا عادي خالص، ولم يتم اصلا فرض اي حظر على تركيا، وتركيا ضربه لروسيا طياره عمدا متعمدا. مصر ما عملتش حاجه. طيب ولا اصلا كمان يا ما تقوليش مفيش مؤامره. لا ولا كمان الدول اللي تعرضت لهجمات ارهابيه سواء كان في الولايات المتحده الامريكيه او في دول اوروبا من فرنسا لبلجيكا لكل دول تم فرض اي حظر طيران او تم تحذير رعاياها او منعوا السفر اصلا لكل هذه الدول. ده كل مشكلتهم اللي كان طياره طالعه من شرم الشيخ اتضربت في نص سينا. طب مطار بلجيكا نفسه اللي حصل فيه 3 تفجيرات في نفس المطار نفسه ولا حاجه ولا كلام ولا كلمه زي الفل. باريس اللي حصل فيه 4 تفجيرات متزامده الاستاد وقاع والاوبرا ولا حاجه ولا كلمه، وفي الاخر واحد يقول لي ما فيش مؤامره. انت بتتكلم في ايه؟ الولايات المتحده الامريكيه حدث يعني من هات تشيلسي الاخير وده كان بتزامن مع الجامعه. دي تمثيليه عبيطه قوي دي بقى، دي قصه برضو احكيها لك وتستعجبي. بعد ما نفذوها قال لك احمد خان اللي نفذ التفجيرات وقبضنا عليه ومغمى عليه في المستشفى من يوم 16 لجات الوقت مغمى عليه، مش مشكله ربنا يقوم بالسلامه ان شاء الله. هيقوم يتكلم في اخر مشهد في الفيلم اذا كانوا عايزين من فوق يعني ممكن ما يفوقش. انت عارف لا ده حقك. سي بي سي الكنديه اول امبارح نشر التقرير ان بيفرغوا الكاميرات المراقبه في الشوارع فلقوا صوره 2 سياح مصريين بيدوا الشنطه لاحمد خان على الرصيف وحطوا صورتهم. الاثنين سياح دول 2 طيارين مصريين كانوا ماشيين في الشارع بالصدفه، وكامريكا طلبت من مصر تسليم الاثنين سياح دول. بيعمل لك حدوته وبيعمل لك كارت عشان تبعد عن السعوديه لان هو دلوقتي بيذبح السعوديه وبيعصر السعوديه فكل همه يبعد مصر عن السعوديه ويبعد الدول عن السعوديه عشان يستفرد بالسعوديه عشان 750 مليار دولار اللي هو عايزهم مش عايز يسيبهم. طبعا بتوع ده لك دي فلوسي. العقليه الامريكيه والعقليه الغربيه لازم نشوف الناس بتفكر ازاي. احنا بالنسبه لهم كعرب التعبير بيقولوه رعاه غنم راكبين مرسيدس بالظبط كده، والفلوس اللي عندنا دي كلها في مخهم اللي دي فلوسهم هم اللي احنا بنصدر لهم البترول ونقل منهم فلوس، فالفلوس دي فلوس الغرب. العقليه العنصريه الهمجيه اللي عندهم اللي هو علاقه الكاوبوي الاباد الهنود واباد واباد عايز الفلوس دي باي طريقه، فانت خدت الارض خدت الفلوس خدت انا هاخد منك الفلوس تاني. فالمؤامرات اللي جايه الايام الجايه عايز احنا لسه احنا كده حضرتك اديتنا كذا مؤشر كمل لنا المؤشرات واحنا بنتكلم في جزء من ما تتعرض له مصر هو بسبب الفساد تكاسل جهاز اداري موجود في الدوله اكل عليها الظهر وشرب ومحتاج انه يتفور باكمله ويعاد هيكلته. في مؤشرات المؤامره اللي احنا ممكن بنشوفها ان احنا جزء كبير جدا من المصريين بكل اسف احنا اول ما بادرنا باتهام وزاره الداخليه المصريه في حدث مقتل ريجين. احنا مين؟ احنا ناس من المصريين. لا مش احنا دول مش احنا مش احنا دول مش احنا دول عملاء عايشين وسطنا. ما هو في ناس منهم ما كانتش بصراحه عملاء برضو بتكلم عن اللي قادوا العمليه في مغيبين وراهم. لا
لكن في عملاء بدأوا الموضوع ده وكلنا عارفين اساميهم، مش عايزين نقول اساميهم، كل لا يستحقوا نقول اساميهم، ومنهم البنت اللي عايشه في امريكا وبرضه الهربان اللي عايش في امريكا وكذا. هم كلهم هربانين حقيقة. عمر عفيفي وايات عرابي دول اللي بدأوا القصه دي. هم دول اللي بدأوا القصه دي، هم اللي بدأوا اول نشر. حضرتك تصوري لعمر عفيفي بعت للسفاره الايطاليه في بلجيكا تقرير اللي بيتم فيه خالد شارب، الظالم خالد شارب بيتم فيه بيقول اللي قتل فلان الفلاني و والايميل بتاع عمر عفيفي بعته بنفسه. يعني واحد عايش في امريكا بيبعت من امريكا للسفاره الايطاليه في بلجيكا ايميل اللي قتل جيني ظابط اسمه كذا 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 كذا. هتتصوري العماله والحقاره وصل الدرجه دي؟ طب انت شفته؟ طب انت تعرف حاجه؟ انت بتهدي بلدك ليه؟ انت بتدخل بلدك في مشاكل ليه؟ فالطلياني هم بيتكلموا بيقول ده ظابط مصري بيقول لنا الكلام ده. طب ما هو معرفش انه ظابط مرفوض وهربان. ماشي، المصيبه والكارثه يا فندم انه ده اللي اعتمدت عليه الصحف الايطاليه وقالت ده نشرته عندها. لا، المصيبه ان احنا الصحافه المصريه نقلت هذه التقارير، وعشان كده الصحافه الايطاليه ردت وقالت ان الصحف والمواقع المصريه والاعلام المصري هو اول من اتهم المصريين بقتل الرجيني، واول من المصريين هم انفسهم اول من اتهموا وزاره الداخليه. مشكلتنا فين؟ هكلمك بمنتهى الامانه. الواشنطن بوست اول امبارح نشر تقرير على الفكه، صفحه كامله في الواشنطن بوست كاتباها بنت اسمها هبه محفوظ عن الفكه اللي هي الكلمه اللي قالها الرئيس في الخطبه. ثابت الانجاز انك عملتي 1600 وحده، ثابت الخدمات اللي عملتيها، ثابت كل حاجه، وعامله صفحه كامله تريقه اللي الرئيس عامل خطه عشان ياخد الفكه من المصريين. طب ما السوشيال ميديا ورا ماشيه ورا ده برضه. لا، ده واشنطن بوست تاني جورنال في العالم. ايوه ماشي. القصه طيب، قبل كده الجارديان، قبل كده الايكونومست في عددين ورا بعض، قبل كده كوريا دي سيرا، قبل كده فيلد الالمانيه، كل المجلات دي والجرايد بتجي لنا وبنعمل تحليل عنها. الكارثه في ايه؟ خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. انت عندك قصور غير طبيعي في الجهه المصريه اللي وظيفتها الرد على الكلام ده. اللي هي الهيئه العامه للاستعلامات. الهيئه العامه للاستعلامات قمه التهريج اللي بيحصل فيها، انا بهاجمها علني وبقول الكلام ده ويا ريت تخلونا حد. طب هم هيردوا ازاي؟ اقول لحضرتك يردوا ازاي. لما جورنال زي الجاردن والايكونومست يكتب تقرير عن مصر، من حقك كسفارة مصرية، من حقك هيئة عامة استعلامات تبعت رد لنفس الجورنال ينشره في نفس المساحة في في في, في نفس اليوم، يعني موافق أو تاني يوم، من حقك قانونا. لو ما عملش كده ترفع لي قضية. أنا مصر مش دولة صغيرة. لما فرنسا وقفت قناة المنار اللبنانية اللي تبع حزب الله، الدولة اللبنانية راحت لفرنسا السفارة اللبنانية في باريس وقالت لهم موقفوش ده غلط وهرفع عليك قضية. رجعت القناة تاني يوم. لبنان دولة مع احترام الاخوه اللبنانيين مفيش مقارنه بين مصر ولبنان كقوه دوله. لا طبعا. يبقى انت كمصر ينفع كل يوم تطلع يطلع جورنال من الجرايد دي يكتب اكاذيب وانا ما بكلم؟ هو مش بيستهدفني انا. كم واحد مصري هيقرا واشنطن بوست؟ ولا 10. كم واحد في الغرب بيقرا واشنطن بوست؟ 500 مليون واحد بيقرا واشنطن بوست، لانها تقارير بتاعتها بتتلخص في جرايد كتير وبتاخد قصصات بتاعتها كملخص وعرض على كل قط العالم. يا هو مش عايزني انا، هو بيستهدف الناس دي. انا اسكت ولا ارد؟ الهيئه العامه للاستعلامات دي بس فرصه اكمل النقطه دي. في 6/9/2012 اتضمت مرسي، طلع قرار بضمها لرئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه من ساعتها ما عملوش اي حاجه في حياتهم خالص. ليهم ميزانيه ضخمه جدا، ليهم مكاتب اعلام جوه مصر وبره مصر، ما بيعملوش اي حاجه، ما بيردوش حقائق وليس دفاعا على الهيئه العامه للاستعلامات. طب اوريك مفاجاه. طب انا هقول لحضرتك برضو انا كمان مفاجاه. اتفضلي. حقائق وليس دفاعا على الهيئه العامه للاستعلامات، انه تم اغلاق جميع مكاتب الهيئه في الخارج واصبح لا يوجد للهيئه العامه للاستعلامات مكاتب اعلاميه خارج مصر والحقت بالسفارات باستثناء 12 مكتب فقط على مستوى العالم، منهم 6 في افريقيا و6 في انحاء العالم كله. ماشي. ده ليس دفاعا عن الهيئه. تمام انا معاكي، ولكن انا بقول معلوماتي بالحقيقه. لا بالاضافه انا عارف ان ليك خبره معاهم. لا ليا خبره، ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الهيئه العامه للاستعلامات اول من يعاني من قوانين الخدمه المدنيه والمتعلقه بهذا. ما عملوا مظاهرات، كان عليهم مظاهرات. موظف على كفاءه عاليه بدون مرتب. طب يا فندم، الهيئه العامه للاستعلامات لم تترجم كتاب واحد من 12 سنه. الهيئه العامه للاستعلامات المفاجاه اللي انا بقولها على مسؤولية شخصية. الحقيقه انا عارف الهيئه العامه للاستعلامات ده موقعها على الفيسبوك. اخر بوست منازل فيه يا فندم تتصوري بتاريخ كام؟ لا ما عندهمش حد بيتعامل. 27 يونيو 2011. ما عندهمش يا فندم. اتفرجي. انا مقتنع بكلام حضرتك. ما عندهمش وما عندوش. طب انت قاعد تعمل ايه؟ ما عندوش اي كفاءة. قاعد تعمل ايه؟ الكفاءات الموجودة في الهيئة العامة للاستعلامات. يعني خلصي وارد عليكي. مش قادر. انت قاعد تعمل ايه؟ ولا بتدافع عن مصر كريكي. العالم قاعد ينهش فينا وانت قاعد ساكت ما بتعملش حاجة. صفحتك على الفيسبوك، مجرد واحد يكتب على الفيسبوك، اخر تحديث ليها 27 يونيو 2011، من 5 سنين او 5 سنين ونص. طبعا.
طب حضرتك ما بترجمليش كتاب اس اي اس لا الستيت يعني جهاز اعلام الدوله مكتوب فيها في انشاء عبد الناصر الله يرحمه لما اسسها قال ده جهاز اعلام الدوله لبيان الحقائق بالخارج دورها كده. انت ولا بتعمل اعلام ولا بتعمل انت كل اللي بتعمله انت بتصدر تصاريح للمراسلين اجانب والصحفيين اجانب ده كل اللي بيعمله. طب هل هي الهامه الاستعلامات هي هيئه صانعه للخبر ام هي هيئه مروجه للخبر؟ هيئه بحسب تاسيسها للدفاع عن الدوله هي بتقول كده قانونها للدفاع عن الدوله وبيان الحقائق واعلام الدوله تاسيسها. انت بتعمل ايه في الكلام ده؟ انت سايب جرايد الجارديان ده جريده قطريه النهارده طبعا الجارديان ماسكه مصر سالخاها الجارديان بيتنشر الكلام ده في العالم كله. انا بنكلم نفسنا كالعاده انا بكلم حضرتك قدام المتفرج المصري دي كالعاده حقيقة. دي حقيقة. العالم كله ما بيسمعنيش وما بيسمعكيش بسمع الواشنطن بوست الجاردن كل الجرايد دي كل الناس الفكره عندهم انقلاب ومش انقلاب و و و و و لك ما بتردش يا سيدي رد. ما ينفعش ابدا بعد تقرير الكولمينست الثاني كل اللي عملناه المتحدث الرسمي بوزاره الخارجيه المصريه مطلع تقرير بالعربي بيخاطب بيه الناس جوه مصر. لا شكرا قوي يا فندم انا كنت اتوقع سيادتك بتتصل بسفارتنا في لندن سفارتنا في لندن تبعت الكلام ده للجورنان للكولمينست وتطلب منه ينشر الكلام ده وما نشرش الكلام ده ترفع عليه قضيه. هنعملها مره واحده بعد كده العالم كله هيخاف اي نشر اي اكاذيب اي تشويه لمصر هيترد عليه يعرف ان انت بتردي. لكن مجرد اللي انا قاعد ساكت وبكلم الشعب المصري بتاعي اطمني يا اولاد كل حاجه زي الفل وكل حاجه زي العسل وبره خراب شكل مش طبيعي. ما لان هو اصلا عايز اقول لحضرتك على حاجه فضل. يعني هي المواقع المصريه هنا والصحف المصريه بتاخد ما يكتب في هذه الجرايد بتاخدها منهم وتترجمها وتنشرها. فاحنا حتى هنا في مصر يطمنوا ازاي؟ ما هو ده بيروح بره يعمل قلق يبقى نعمل ايه بقى؟ بيجي مصر هنا يعمل قلق اوقف الحنفيه يعني. من بره حنفيه الاكاذيب اللي جالي من بره المفروض من جوه ومن بره والله دور مين بقى؟ قولي انت اللي هتقولي دور مين؟ لا ما كده حضرتك انت محتاج انك عايز ترجع الهيئه العامه للاستعلامات تاني الى مكانها في وزاره الخارجيه كما كانت موجوده يعني قبل 2012 قبل ما مرسي يعمل قبل الكلام طبعا وتبتدي الهيئه تتعاون مع السفارات المصريه يعني انت كهيئه عامه للاستعلامات بس ممكن السفارات المصريه تبع الرئاسه حقيقه والسفاره طبعا الخارجيه وما تعاونوش مع بعض طيب. ده وليس دفاعا عن السفراء مصر في الخارج. يعني انا اكتر من مره كنا في زياره واللي بيقوم بدور المكتب الاعلامي هو السفاره لان هم موجودين في دوله فسفير بيقوم والمساعدين والسكرتاريه ممكن تروح مثلا سفاره زي مدريد كل فيها اربع اشخاص طب بيقوموا بعمل كل هؤلاء. حضرتك طبعا تعلمي ان مصر لها 170 سفاره في الخارج اكبر عدد سفارات لمصر. امريكا 92 سفاره مصر 170 سفاره. اذا كنت انت عندك 170 سفاره وعندك هيئه عامه للاستعلامات ولا تقوم بهذا الدور من يقوم به؟ تخيل حضرتك اللي بيقوم بالدور ده المراكز اللي زي حالتنا دلوقتي لما بشنطه بوست تكتب حاجه بنكتب رد ونرد عليه ونبعته لها. طب ده كويس يا فندم ما احنا عايزين برضو المراكز يعني مش دورنا يا فندم معلش يا فندم نساعد بعض دلوقتي بس شويه وان شاء الله يعني اي حد لن يتخلى ولن يتقاعس عن كلمه الوطن. لكن اذا كان المكلف بدا دور معين لا يقوم به هنعمل في ايه؟ ما هو يا دكتور انا برضو معلش مش طافق انا مش عايز اهاجم بس لا لكن أنا بقدم الحل بقدم لا الحل لا ما هو الحل حضرتك قدمته لكن لحد ما ده يحصل زي ما حضرتك بتقول دي بلدنا تمام لازم نقف جنبها. فاللي يقدر يشايف نفسه ان هو قادر يعمل حاجه معلش هعملها دلوقتي زي ما حضرتك بتقول الجيش عليه عبء كتير جدا ولكن صح. ده الجيش المصري فما يقدرش واي حضرتك نفسك مش بتقوم بالدور ده لما بتشوفي تشويه مش بتردي طبعا لكن اذا كان المكلف بهذا الدور لا يقوم به هذه دي كارثه. احنا بنتمنى طبعا انه يقوم بهذا الدور ونرجع برضو لسؤالنا استكمل حديثنا وهو عن الدعوات اللي خرجت. حضرتك اكيد بتتابع بعض المواقع السوشيال ميديا وخصوصا مع ايمان بعض الناس انه الثوره خرجت من رحم الفيسبوك وكانها لم تخرج من رحم المصريين. يعني يقول لك الفيسبوك حضرتك بتتكلم على اي ثوره 25 يناير يقول لك الفيسبوك هو من صنع الثوره. فبدات دعوات جديده تبتدي تقول لا احنا نازلين يلا يوم 11/11 يلا ويبتدوا يقولوا حقك في رغيف العيش حقك في الصحه حقك في واختفت شعارات رابعه شعار رابع المعروف واللون الاصفر اختفى من اكونتاتهم واللون الاصفر الناس كلها اللي كانت عاملاها على البروفايل بتاعها على تويتر او على الفيسبوك ما بقاش تقريبا ما بنشوفوش الا يعني اقول لحضرتك حاجه اتفضل. احداث 25 يناير تم التخطيط ليها في صربيا قبلها بسنه وفي البنتاجون قبلها بسنتين فلم تكن وليده الفيسبوك. احداث 25 يناير كان تم تخطيط ليها تماما في الغرب وهي مؤامره بلا شك وده رايي الشخصي.
صورة رأي حضرتك شخصي, رأي شخصي. بس الدستور المصري معترف, الدستور المصري ما بيعترفش بيها. لا 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 احنا لا لا يذكر في الديباجة بتاعته لا. كلمة واحدة, ثورتي 25. طيب يبقى اذا لا, لا توجد مادة في الدستور المصري بتقول ثورة 25. طيب احنا مش هنخش في جدال الموضوع ده, بس ده رأي حضرتك الشخصي. لا يوجد مادة واحدة في الدستور المصري تذكر 25 يناير. طيب. ده في الديباجة بتاعت الدستور المصري ثورتي 25 يناير, زي دستور 1970 لما كان بيعترف بحاجة اسمها ثورة 15 مايو. في حاجه اسمها ثوره, اذا ده راي حضرتك شخص. دعنا نستكمل الموضوع, فنرجع لموضوعنا. فثوره 30/6 هي الثوره الحقيقيه التي قام بها الشعب المصري باكمله. اهالينا اللي نزلوا الشارع في 30/6 حزب الكنبه, ال 33 مليون نزلوا الشارع ما كانش عندهم فيسبوك. الاغلبيه الطاحنه, الناس دي حست ببلدهم بتضيع, بلدهم بتتسرق. الوعي الجامع المصري والميراث الحضاري المصري بقى له 7000 سنه جوانا, الشعب كله نزل. لن يحدث اي شيء في 11/11 لسبب بسيط جدا, ان في 11/11 مفيش مبرر اصلا ننزل. في غلا, ما احنا طول عمرنا في مصر عندنا غلا. الشعب قرف من كلمه ثوره. ثوره احداث 25 يناير دمرت نص البلد, 30/6 عملت لنا مشاكل بنحاول نقوم منها لسه جت وادي. اسالي اي حد كده في الشارع, امسي في الشارع قولي تعالى نعمل ثوره, هيقول لك ايه؟ ارحمنا بقى, ارحمنا بقى. الشعب ما عادش عنده اي قدره ان مجرد ينزل الشارع, لان ده بالنسبه له بقى خراب ودمار. وما اعتقدش الشعب بوعيه الجمعي الدوله ممكن تقوم تاني. كلمه الثوره دي اتحذفت من القاموس المصري ابد, خلاص الابد. اللي عايزينه دلوقتي, انت عندك ديمقراطيه, انت عندك رئيس ممكن تغيره بعد 4 سنين, انت عندك انتخابات, انت عندك مجلس شعب المفروض انه بيقدر يحاكم الحكومه, انت عندك رئيس وزراء اقوى من رئيس الجمهوريه في الشان الداخلي. طب يبقى انت محتاج تعمل ثوره ليه؟ طب ما تستنى سنه ونص. في المقدمه كنت بتقولي استنى سنه ونص ونزل مرشح بتاعك بالبرنامج بتاعك الاصلاحي اللي بيقول لي هعمل كذا وكذا, الشعب هو اللي يختار. انت عايز بس تقول خراب, يسقط يسقط يسقط, يقع, نولع, نحرق, نعمل. طب اديني برنامج اعمل ايه؟ لا ما هو دي الحلول احنا ما بنشوفهاش. مفيش حلول. انا بشوف دايما طول الوقت نقد 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 نقد, او حاله انه مفيش حل, بس ما حدش بيقدم حل. الحل بسيط, الحل انت عندك مشاكل اقتصاديه. طب خبراء اقتصاديين, انا احنا كمركز حاليا بنعمل كده, بنعمل سينك تانك كبير, جمعنا لغايه وقت 32 واحد بنقدم كمقترح نعمل ايه في المشكله الاقتصاديه. طب حضرتك بتشوف المشكله الاقتصاديه اللي الشعب تعب منها والناس تعبانه وبتشتكي من الغلب, مع ان احنا كمان بقت عندنا الاختيارات بقت اكتر. يعني احنا مثلا عندنا ما تنزل السوبر ماركت بقت الفرايتي الاختيارات بالنسبه لنا اكتر بس كتير. بس مفيش فلوس في الجيب. بس ممكن طبعا مفيش فلوس في الجيب. يعني في سلع متوفره ولكن سعرها غالي على الانسان, او يبقى حاسس ان الفلوس دي مش هتقدر تفتح له بيت. حضرتك بتشوف ازاي تعامل القياده السياسيه مع هذه الازمه؟ القياده, حضرتك لما نتكلم على القياده السياسيه بنتكلم على الرئيس السيسي ونتكلم على الحكومه. بالظبط. الرئيس السيسي بيجري بسرعه 1000 كيلو في الساعه, الحكومه ما بتتحركش من مكانها. ممكن يقول لك لا ما تقوليش طول الوقت ان الرئيس بيجري بسرعه والحكومه, ما الرئيس ده هو القياده, ما يشيل الحكومه ويجيب غيرها. لا ما يقدرش. تعالى نتكلم بصراحه, هل من سلطة رئيس الجمهورية يشيل الوزارة؟ دلوقتي لا. حلو, بدأنا الكلام. هل من سلطة رئيس الجمهورية يشيل وزير؟ لا ما يقدرش. لابد أن يلجأ إلى البرلمان, والبرلمان هو الذي يصوت على إقالة الوزير أو إقالة الحكومة, لأن البرلمان هو من أعطى الثقة للوزارة وليس رئيس الجمهورية. جميل, يا حضرتك لا بتتكلم بوقائع. يعني أنا بتكلم بالقانون, ونحن مع دولة القانون وده الدستور. تمام. يبقى أنا مادة 41, يبقى أنا كرئيس جمهورية ما يتمنيش على وزارة أخذت ثقتها من مجلس الشعب, واللي يقدر يشيلها مجلس الشعب, واللي اعتمد خطتها مجلس الشعب. تعالى بقى كلمني عضو مجلس الشعب. حضرتك الأخ إلهامي عجينة اللي بيطلع له تصريحات عجيبة, يا عم إلهامي ارحمنا بقى من أفكارك العجيبة دي, وركز شوية, أبوس إيدك كده, ركز شوية في مشاكل دايرتك. طب وليه ركز يا فندم في لجنة القيم يا فندم, والنائب اللي مش هيشوف دوره يتفضل مع السلامة مشكورا عشان الشعب مش ناقص هم. ومش داخلناش في حواديت. أنت نفسك تبقى مشهور, نفسك الناس تتكلم طبعًا عنك. طبعًا. خلاص اتكلمنا عنك بكلام مش حلو, اتكلمنا عنك وعن بيتك وعن عيالك وعن مراتك كلام مش حلو, لم نفسك بقى وابعد عننا شويه ارجوك. يعني احنا عندنا بلد بنبنيها, مش فاضيين للخزعبلات بتاعتك ده يا الهامي عجينه بالاخر كده. يعني دماغه بقى, لان خلاص جبنا اخرنا منه بالاخر كده. احنا كشعب ما عندناش طايقين الهرتله. وحضرتك عارف طبعا انه هرتله, ما هي الهرتله دي بتزيد, بيلفت انظار, ان انا لفت انظار, وهناك بعض من يبحث عن الترافيك او المشاهده او القراءه, فبياخد الاخبار دي, لانه برضه مع الاسف وصلنا لدرجه ان الفضايح بقت هي الاكثر مشاهده. يا فندم لو جبت عالم فيلسوف جنبه, جبت رقاصه في جنب تاني, الناس كلها تروح للرقاصه. مش ميزه انك تلفت الانظار, لكن انت بتقدم ايه؟ بتقدم هرتله. يعني ارحمنا بقى وسيبنا نبني بلدنا. يا مجلس نواب يا محترم, انت دورك التشريع, دورك الرقابه, الرقابه.
كان ليك دورين استثنائيين لو اعتمدت القوانين اللي فاتت كلها، وانك بتشتغل كعضو مجلس محلي عشان هو ده يمكن اللي عمل ازمه في الدوره البرلمانيه الاولى. لا وهو عنده مشكله اللي هو برضه بيشتغل عضو مجلس محلي عشان ما عندناش محليات. فاللي عايز يوصل مشروع بيروح له، اللي عايز ده كلام من المدرسه بيروح له. طيب انت في التشريع وفي الرقابه، في الرقابه على الحكومه انت عملت ايه؟ صفر. حتى بعد ملف القمح ولجنه تقصي الحقائق ده استقال يا فندم، ده ما قدمش طلب استجواب ولا طلب ولا وطلب، ده استقال نتيجه الضغط الشعبي عليه. انت عملت ايه في ملف الرقابه على الحكومه؟ صفر. هات لي حاجه واحده عملتها. طب هل بتشوف ان الرقابه اللي قام بيها البرلمان كانت عباره عن شو اعلامي ليس اكثر؟ لا، النتيجه الاوت كام ايه في الاخر؟ الراجل ده استقال، ما استقالش بسبب القمح، استقال بسبب الفندق ومش الفندق والكلام اللي اتقال. طب ده جانب الرقابه صفر. طب جانب التشريع، جميع القوانين اللي تم تقديمها من الحكومه تم الموافقه عليها، حتى قانون الخدمه المدنيه. لم يتم تقديم قانون واحد كمقترح من عضو مجلس الشعب. طيب ما هو دورك؟ إذن بقى السؤال هنا، لماذا يلام الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكومة وهو لم يعطيها الثقة؟ ليس له أي صلاحية أو سلطة. أرجع أقول لك نفس الكلمة الأولى، هيشيل الليلة زي ما تجيش الليلة، نتيجة قصور الحكومة. نتيجة لا أنا بتكلم على الرئيس اللي بيشيل الليلة برضه. أنا بتكلم برضه على المواطن، ما هو المواطن يعني إحنا كده عندنا ناس بتحاسب على فواتير، بنسدد فواتير. اتعودنا كده، اتعودنا في مصر الرئيس هو لا بس مهم جدا إنه الناس عشان كل واحد بقى عنده نايب في الدايرة بتاعته يفهم. مش عاجباك الحكومة، روح للنايب بتاعك شيلها، قول له غير لي الحكومة دي. رئيس الجمهورية ما يقدرش يغير الحكومة. صح. هو ده الدستور، ده القانون، تصدق بقى انت ما تصدقش يقول لك ايه اصل دول الرئيس هو قائد، دول رجالته هو المسؤول عنهم. ايوه طبعا هو بيدير وبيقعد كل يوم مع وزير وكل حاجه، بس هم مش رجالته. حضرتك انت الشعب، انت المسؤول عن الحكومه، مش عاجبك الحكومه روح نواب البرلمان من غير ما نعمل تظاهرات ولا اعتصامات ولا اي حاجه خالص. منتهى البساطه نواب البرلمان يجتمعوا لسحب الثقه من الحكومه، سهل جدا، جلسه عامه تصويت اسحب الثقه من الحكومه، جيب بدل وهم اللي هيشكلوا حكومه، وهم يشكلوا يعني انت كمواطن اللي هتشكل حكومه، لان الراجل اللي انت منتخبه هو اللي هيشكل حكومه. ما هو دي لازم الناس تفهمها. طيب انا اتوقف بس مع حضرتك، معلش عندنا موجز العاشره مع زميلتنا العزيزه شيماء خاطر، بعدين استكمل معاكم نهار جديد مهم جدا. تعرف انت كمواطن عايز تغير، تغير ازاي؟ التغيير عمره ما هيكون اعتصام ومظاهرات عشان البلد مش مستحمل، لكن عايز تغير وتشيل حكومه، احنا هنقول لك ازاي بقوه القانون بقوه الدستور تقدر تغير اللي انت عايزه. هلاك يا شيماء، صباح الفل عليكي مره ثانيه. بصبح عليكي من جديد اسماء، صباح الخير مشاهدينا الكرام. ابدا مع حضراتكم الموجز الاخباري مشاهدينا الكرام، والان عوده اليك اسماء مره اخرى لاستكمال فقرات نهار جديد. اليك اسماء. بشكر زميلتي العزيزه شيماء خاطر، ونرجع تاني نكمل كلامنا. كنا بنتكلم مع ضيفي الكريم اللي منورني الاستاذ دكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. احنا فتحنا معاه الموضوع وكان فكره التغيير عن الوزير المتكاسل، الوزير الحكومه اللي احنا شايفين انها ربما تكون سياستها او ادارتها للازمات اللي بتمر بيها مصر سياسه او اداره مش عجبانا. كيف نصنع هذا التغيير من غير ما نوقع بلدنا؟ ازاي نغير من غير ما نهد البلد؟ يعني ازاي نغير من غير ما يبقى فيه وقف حال في الشارع؟ ازاي نغير من غير ما نعرض ولادنا للخطر وانه ممكن ناس تدخل من اعضاء يعني الجماعات الارهابيه ويبتدوا يندسوا جواهم؟ فكره التغيير سهله جدا، روح لعضو مجلس الشعب اللي عندك في الدايره، قول له ان الوزير الفلاني مش عاجبني وانا بطالب بسحب الثقه، لكن رئيس الجمهوريه بنكرر وبنعيد تاني، عشان على فكره في ناس وافقت على الدستور من غير ما تعرف رئيس الجمهوريه يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. فبنقول انه مش من ضمن صلاحيات رئيس الجمهوريه هو اقاله الحكومه او اجراء تعديل وزاري. دي مهمه، لازم رئيس الوزراء يروح للبرلمان ويقول له انا عايز اغير الوزير الفلاني، فالبرلمان يوافق على التغيير ويطرح عليه الاسم والبرلمان يعطي الثقه للوزير الجديد. رجع لك تاني يا دكتور عشان دي نقطه كان مهم جدا، لانه عارف حضرتك يحصل اي حاجه يقولك الناس اللي حوالين الرئيس الحكومه اللي اصل سرعه الرئيس زي ما حضرتك برضو قلت يعني، بس اصل الحكومه ما بتنفذش قراراته بسرعه. طيب اذا الشعب عنده غضب تجاه الحكومه، سؤال بقى لي سنتين بقول مجموعه الاقتصاديه فاشله ولازم تمشي. طيب لماذا وبكتب مقالات وببعت طيب للرئاسه، ليه الشعب ما لجأش للبرلمان؟ لان الشعب اقول لحضرتك حاجه، في حاجتين قوتين، احنا برضو مش عايزين نسود الدنيا، احنا كنا فين وبقينا فين.
حضرتك تعرفي اللي احنا لا كنا فين انت احنا نسيناها لا لا الدنيا اتغيرت بس بقول لهم والله نسيتوا لا ده انا اقول لك حاجه كمان بخصوص النقطه اللي بتتكلمي فيها دي حضرتك تعرفي اللي احنا في اخر ثلاث سنين او في اخر سنتين شلنا اربع وزراء احنا كقوه شعبيه قوه وسائل التواصل الاجتماعي قوه الشعب وزير العدل الاولاني لما قال كلمه اياها على ابني مش عارف ايه القاضي ما يبقاش ايه وابن ايه تمام وزير العدل الثاني لما قال كلمه غلط على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وزير الزراعه وزير التموين الاخير انت شلت اربع وزراء في سنتين يعني انت عندك الوزير اللي بتحس عمل مشكله بالضغط الشعب بتقدر تشيله كل دول الرئيس مش شالهمش كل دول اجبروا على تقديم استقالته كل دول الشعب هو اللي الضغط الشعبي الشعب هو اللي غير انت كشعب قوه رهيبه تقدر تحرك الدنيا عضو مجلس الشعب هيجيب الوزير او يجيب رئيس الوزراء من حقي قدم استجواب قدم طلب احاطه عملت ايه في الموضوع الفلاني عملت كذا كذا ده غلط او صح اقتنعنا كمجلس الشعب نوجه التحيه ما اقتنعناش روح او تتحاكم او تتحاسب ده دوري ده مش دور رئيس الجمهوريه ده دور عضو مجلس الشعب اللي بيمثل الشعب ما هي اختلاط الادوار ده عدم ده اللي يمكن احنا كنا بنشوفه حضرتك اشرت ليه في بدايه حديثنا خالص انه فكره ان المؤسسه العسكريه لديها الليلة. هي وكمان لديها القدره على تقسيم الادوار والمهام تحديد المهام وتحديد المهام اللي بتخليها احنا اصلا هنا انت دايما كل واحد ماسك انا ماسك من اول ما جبت 90 مليون رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه ومحدش فاهم ايه هي اختصاصات او مهام رئيس الجمهوريه اعتقد انه محتاجين ان الناس تفهم ده بشكل اكبر لكن طيب هرجع اقول لحضرتك هل بتشوف انه التشكيك اللي بيحصل في المشروعات القوميه اللي بتتم في البلد او يقول لك انت بتعملي مشروع قومي انا عايز دلوقتي انا عايز دلوقتي اشوف على ارض الواقع نتيجه عايشني النهارده موتني بكره ونبتدي نشكك ونقول للناس المشروعات القوميه دي بدون جدوى ملهاش لازمه شفنا كم التشكيك اللي حصل من اول مشروع قناه السويس الجديده ولحد النهارده يعني مع بقى مع عدم الاخذ بالاعتبار انخفاض حجم التجاره العالمي ايه الحمد لله الخسائر اللي مصر ما تعرضتهاش كل ده حضرتك عارف انه مش موجود في الحسبه دلوقتي حضرتك ذكرت مشروع قناه السويس لو هي المشروع كله لان انا اعمل توسعه لقناه السويس او اعمل 70 كيلو جديده لقناه السويس بالمبلغ ده يبقى انا اول واحد اقول الكلام ده كلام غلط ملوش معنى لان التجاره العالميه بتقل طبعا. المشروع مش مجرد انك تعمل توسعه قناه السويس مشروع محور تنميه قناه السويس الجديده الناس لازم تبقى فاهمه كده لكن لو انا كل كلامي قاصر انك تعمل توسعه قناه السويس وتنام على كده وتسكت على كده يبقى غلط غلط كبير المشروع مش كده يا جماعه المشروع انك بتعمل محور تنميه كامل المشروع ده انا شفت المخططه بتاعته شفت الدراسات التحضيريه عباره عن 13 منطقه متقسمه حضرتك عندك في المنطقه بتاعه قناه السويس في صناعه سيارات هتعمل هناك في صناعه التونات تمام انا عارفه وبتوع شركات يابانيه طبعا تحت شويه عندك صناعه اسماك فوق شويه في مصعيد عندك صناعه اطارات و و و هي تنميه للمنطقه باكملها هو ده المشروع هو ده المشروع ده اللي انا استناه لكن لو ما هي الناس بقى استناه فهموا الناس انتوا اعلام يا جماعه فهموا الناس المشروع مش مجرد اعمل توسعه واسكت لا انت طالع تطبل لا ما هو لا حاجه خلينا نتكلم بصراحه برضه انا بقول لك بصراحه والله ما ينفعش التحريض ما ينفعش التعريض التعريض دي كلمه فصحى على فكره التعريض يعني يبالغ في الشيء ما ينفعش التحريض وما ينفعش التعريض في بسبب التحريض الرهيب من صفحات الاخوان والنكسجيه و و و في بيبقى تحريض رهيب فتحولت صفحات او المؤيده للنظام او مؤيده للدوله لمطبلاتيه للاسف الشديد خلينا نتكلم بمنتهى الامانه افتح الصفحات دي تلاقي ليل نهار مفيش حاجه بيضة كله سواد الدنيا بايظه الدنيا بايظه بص للصفحات دي تحس انك عايشه في سويسرا الله عليك يا ريس الله عليك يا رئيس الوزراء مفيش توازن مفيش عشان كده الموضوع تحول الى حاله من التنافر والتضاد العجيب في كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الشارع اللي بيدافع بيدافع عن كل حاجه واي حاجه واللي بينتقد بيهاجم كل حاجه واي حاجه مفيش توازن يا جماعه الدوله دوله كدوله انا بتكلم عن الدوله مش النظام الدوله اللي هي اللي بتفضل للابد الدولة اللي هي المؤسسات اللي بتفضل ابدا الجيش الداخلية القضاء الازهر الكنيسة الشعب دي الدولة الحاجات اللي بتفضل للابد دي لا تقبل ان احنا ننتقدها ما ينفعش حد ينتقد دولته ابدا في العالم كله لكن النظام اللي احنا انتخبناه لفترة معينة لمهمة محددة اللي هو الرئيس والرئيس بيجيب المعاونين بتوعه سواء وزراء او محافظين يساعدوه ده اسمه النظام ده انا واجب عليا كمواطن مصري لما يعمل حاجه كويسه اشيد بيه لازم اشيد بيه ولما يعمل حاجه ما تناسبنيش او غلط لازم انتقده بس هي الفكره انه ما بقاش في حد ما حدش بيعمل كده ما حدش بيعمل كده خلاص وانت مثلا بتيجي تتكلم دلوقتي انه مصر وكان فيها
فقر وعشوائيات و والكلام ده كله. ولما تيجي تقوم الدولة او النظام بتقديم الحل لهؤلاء، الحل بقى ما يضمن لهم الحياة الكريمة الآدمية اللي ما يبقاش طول الوقت مستني منك الإعانة او المساعدة، انت برضو بتشوف ان دي كانت فلوس مهدرة على الارض، وفين وانت عملت ايه وسويت ايه وانت ما بتعملوش حاجة. انا مثلا كمان نفسي ماليش دعوه بغيري، انا صفحتي عندي 5 اكونتات عليهم تقريبا 1,901,000، افاجئ ليوم ما بانتقد الحكومه يخش عليا بتوع النظام انت اكتبوه الخامس واخوان و و و، انا نفسي يوم ما اشيد بالحكومه يخش عليا الاخوان انت مطبلات يعني و و الأزمة. هنفضل عايشين يعني احنا هنفضل عايشين في ازمه جحا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان يا فندم ما عندكيش جهه اعلاميه حاليا في مصر حياديه، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، ما عندكيش جهه حياديه. الجهات الاعلاميه بتكلم عن الاعلام سواء ما اسمه طب ما انا ممكن انا بكلم مع حضرتك اهو، مع حضرتك قلت انتقدت وقلت وذكرت اه وطالع في قرار انا بطلع في تلفزيون مصر بنتقد الحكومه المصريه. ايوه ومع ذلك هيقول لحضرتك احنا كده قاعدين بنطبل بنطبل في الاخر هتقال انت بتطبل ليه؟ مع ان انا قلت المجموعه الاقتصاديه فاشله، قلت لازم تتشال، قلت كل الكلام ده، بس برضه هيقول عليها بطبل بالظبط. يعني مع ان ما دام ما بتهدش الدوله هتبقى بتطبل برضه. اه اهم حاجه بالنسبه لهم تقول يسقط يسقط حكم مش عارف ايه، تهد الدوله مش عارف ايه، تتكلم على المرتبات، دي كل مشكلتهم في الحياه. مش كل مشكلته في الحياه اللي انا بنتقد لاجل هدف، او انا بنتقد واقدم الحل. ما ينفعش اقول كله اسمه. هل جزء من المؤامره بشكل صريح جدا اللي حضرتك بتشوف في مؤامره وانت حضرتك معترف بيها، طب هل جزء من المؤامره حضرتك بتشوفه التشكيك في كل ما يتم انجازه على ارض هذا الوطن؟ طبعا طبعا ده اهم جزء في المؤامره، صناعه الاحباط، تصدير الياس. انت حضرتك يعني بتخصصك بحكم عملك كمان في المركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه، فكره الناس قالت انه في دعوات احباط وبس طاقه سلبيه في المجتمع. انا فاكر الكلام ده من سنتين في مقاله في الدستور نص صفحه. ما الناس اتريقوا عليها. صناعه الاحباط، تصدير الياس. قال لك حاجه يعني انت عايز تقنعني ان في ناس قاعده تفكر ازاي تعمل الاحباط في المجتمع ده وتدي طاقه سلبيه؟ طب حضرتك تفسريها بايه؟ بعد كلمة الرئيس بتاعت الفكة بعدها ب10 دقايق باسم يوسف كتب، بعدها عصام حجي كتب، بعدها نفس السكريبت يا جماعة، يعني السكريبت متوزع عليهم ده ولا ايه ده؟ ينزل الكلام بالظبط بالظبط بالنص. هل توارد أفكار إسراء فتاح بعدها ب12 دقيقة؟ احنا بنتكلم في خلال 26 دقيقة 5-6 كاتبوا نفس الجملة. يعني هل ده صدفة؟ هل توارد أفكار للدرجة دي؟ ولا ده قاعدة ابعت 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 ابعت؟ وفي نفس الوقت برضه لازم نقول نقد إيجابي. في اعلاميين معينين مخصصين حياتهم للدفاع عن الدوله، بيطلعوا ببرامج توك شو بالليل من اول البرنامج الساعه 8 للساعه 11 بيدافع عن الدوله، ما بيقولش اي حاجه غير الله 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 الله. يا حبيبي طب ما ينفعش الاوضاع مش من كده. المتفرج لما بعد فتره انت بتفقد مصداقيتك ما عادش بيسمعك، يبقى انت قمت بدور سلبي. المتفرج بيروح فين؟ بيروح للي بيسود الدنيا ساعتها. لا انت خليك متوازن وخليك عاقل وخلي رسالتك الاعلاميه اي حركة اعلامية ليكي 3 ادوار، رقم 1 انك توصلي فكر ورؤية الحكومة للشعب تفهميهم، تاني حاجة الشعب. انا شخصيا يعني عن نفسي هنا في البرنامج ما بحبش اطرح مشكلة الا لازم اجيب كل وجهات النظر واطرح مشكلة اقول فيها حل، لكن ما اقدرش اعمل تقرير عن ناس بتتألم من شيء ما وافضل اسود الدنيا اسود الدنيا بدون ما اقدم اي حل بصراحة، ونولعها حريقة. انا ما بحبش اولعها، اصل انا بولعها حريقه على حسابك يعني، انا هولعها حريقه. انا برضو بقول ده برضو بما ان حضرتك ذكرت كده، يعني انا هولعها حريقه على حسابك، انت هتقعد تعيط على حالك وانا هشتهر اكتر منك. لا وهيعمل حجم مبيعات ونسبه مشاهده ونسبه مبيعات على جثه الوطن بالظبط كده، وبعدين في الاخر انا ما بديتش لحضرتك حل. فالحقيقه انا ما بحبش الدور ده خالص. ده الدور اللي انا بحس ان مبدئ الشعب اوصله للحاكم. اهم دور بقى ما بيقومش بيه اي اعلام في مصر، ولا مسبيرو ولا اعلام خاص، اللي هو نشر الوعي. نشر الوعي يا جماعه، عرفوا الناس دور هو ايه اللي بيحصل ايه. يعني اقول لحضرتك حاجه، هل يعقل ان في كل الفضائيات الخاصه مفيش برنامج للاطفال؟ في فين عندنا؟ لا مفيش برنامج للاطفال. لا في والله برنامج موجه للاطفال. ايوه عندنا والله، عندنا هنا في قناه النهار في برنامج للاطفال. ده ساعه كام ده؟ مش شفتوش؟ بيجي كل يوم جمعه، ما عشان ده بيجي ماشي كل يوم جمعه ساعه الصلاه. ايوه ما هو ده. لا 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 ده بيجي الصبح عشان ده بيبقى اليوم اللي فيه اجازه. فاكره زمان في اجازه الاطفال كان بيجي ساعه الجمعه الساعه 9:30 الصبح. انا عايز برنامج للاطفال ساعه او ساعتين في اليوم، اظبط لهم دماغهم من الكلام اللهبل اللي بيتقال لهم. دي مهم قوي. انا عندي جيل كامل اللي هو جيل من 13 14 سنه ل 20 سنه، الجيل ده ملعوب في دماغه، الجيل ده ملعوب في دماغه بتاعت شعارات الحريه و و و يسقط والجيش و و و. انا عايز الجيل ده ما بيكبر شويه وبيتخرج من الجامعه بيعقل وبيبدا يفهم الدنيا ماشيه ازاي. انا عايز الحق الجيل اللي قبله، الجيل اللي من 13 سنه وانت نازله، الجيل ده انا عايزه، الجيل ده يهمني جدا.
الجيل ده لازم افهمه، مش همسح له دماغه، افهم له حقائق وثائق. طب لو حضرتك بتدي رساله في حضرتك خلاص قلت 11/11 ده انسوه، فقاعه زي اللي قبله زي اللي قبل بعد 11/11 هيبقى في 25 يناير الجاي. بقول لحضرتك من وقت يعني نستنى نحضر من دلوقتي ولا نعمل ايه؟ ايوه بس المشكله ان كل هذه الدعوات هي بتسبب ارهاق، وده اللي هم عايزينه، وده رايي لمؤسسات الدوله ومنها الشرطه والجيش، لان هم بيرهقوا جدا جدا في كم هذا التامين استنفار ومطالبين ان هو ينزل ويامن الناس. يعني احنا عندنا مسؤوليات كبيره جدا عليهم، لكن انا بطلب من حضرتك في الاخر توجه رساله تحب توجهها ل زي ما حضرتك عايز. الشاشه معاكش حضرتك، انا عايز الشعب المصري يسمعوا. اوجه للشعب المصري، يا شعب مصري احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل كتير، عندنا مشاكل عايزه حلول، لكن انت يا شعب مصري اكذوبه دايما بتتقال ان الشعب المصري مش عايز يشتغل وبص على السوريين و ده كذب. الشعب المصري شعب بيشتغل، بص للشعب المصري ده احنا كمصريين. طب حضرتك بتشوف الوظائف اللي بيتم رفضها وبيقبلها؟ ما انا لا حضرتك الشعب المصري احنا كمصريين شغالين بره مصر ازاي؟ نار. شغالين في دول الخليج ازاي؟ نار. في اوروبا في امريكا نار. شغالين جوه مصر هنا في الشركات الخاصه، شركات البترول والغاز و اللي هي بتحاسب بقى. يبقى فين المشكله؟ مشكلتك اداره وعائد مادي. ادي للشعب المصري عائد مادي كافي، ادي له اداره كويسه هيشتغل نار. ما حدش يلوم الشعب المصري، الشعب المصري مش كسلان، الشعب المصري مش قاعد على القهوه، مش بتاع، لا الشعب المصري اكتر شعب بيحب يشتغل. والدليل على كده في العالم كله بينجح ما عدا هنا. يبقى دليل على كده حتى في شركات الخاص بينجح. انتوا حضرتك هنا في الاعلام الخاص قارني بشغلي كده وقارنك في ماسبيرو، فرق اداره وفرق عائد. لا احنا هنا ما فيش وجه مقارنه خالص. بالظبط هو ده الفرق، اداره وعائد. يبقى انا نفسي كمصري بشتغل هنا وبشتغل هنا، يبقى انا ما الومش الشعب المصري ابدا. النغمه دي مش عجباني اصلا يا جماعه. ماشي، ما حدش يعني انا مثلا احنا هنا عندنا في القناه مفيش حد حاجه اسمها لو حد قصر في شغله حد هيطبطب عليه ويقول حرام. اداره لازم كل واحد يلتزم بشغله. اداره وعائد، مش عايز اكتر من كده. ادي للشعب المصري والشاب المصري اداره وعائد. الشعب المصري اللي بتقول عليه كسلان ومش عايز يشتغل ما بيروح يرمي نفسه في البحر عشان يوصل ايطاليا ويشتغل في ايطاليا. هو بيروح ينام. اذا كان احنا عندنا بقالنا هنا في البرنامج، ودي اسمح لي برضه اخد رايك فيها ربما تحركت فيني، عندنا وظائف معروضه بقالها اسبوع في البرنامج، يمكن تكون الوظائف مش بالشكل العائد المادي المرضي اللي حضرتك بتتكلم عنه، ولكنها ممكن تكون ثمرة أو بذرة أو بداية أو ذرة أمل، ومع ذلك عندنا عزوف عن التقدم للوظائف دي، بس هو يرتضي بيها لو اشتغلها برا مصر. بالظبط، لأن برا فيه يا فندم فيه كارير، فيه مستقبل. النهارده هبعد 10 قروش، بكره 20، بعده 30، بعد هكون نفسي. لكن أنا هنا لما بعرض على 10 قروش عارف إنه هيفضل في 10 قروش العمر كله، فبيزعل بقى. مش هيفضل في 10 قروش العمر كله. لا دي مش هتفق مع حضرتك فيها. أنا مش عاوز يعني أنا بقول بدل البطالة وبدل ما أبقى قاعد مستني بابايا ولا مامتي يدوني المصروف اللي بنزل بيه على القهوة أعتبره مصروف. ممكن أسألك سؤال؟ حضرتك كنت بتدافع من شوية على يهاجم الجيش المصري وتقول ده غير مسموح. طب يبقى ازاي اسمح بهجوم الشعب المصري كله؟ لا مش بنهاجم، لا مش بنهاجم، يبقى ما ينفعش اهاجم الشعب المصري اقول الكلام ده عليه بالعكس، غير مسموح. بالعكس بالعكس يا دكتور، مش هجوم خالص بالمره. بالعكس احنا بندي للناس بس بادره امل ان انت لازم انت تتحرك وتقوم. في نغمه الان دي شغاله على الفيس، والسوريين ب 299 البوستات الموجهه اللي دي يا جماعه بتخلي الناس تقص. ما احنا مالناش دعوه بيها بقى، احنا خلينا في اللجان المطبلاتيه اللي بيسموهم كده. ما ينفعش يا جماعه يعني. طيب انا بشكر حضرتك، اكيد حضرتك تنورنا تاني. ضيف الكريم اللي منورني الاستاذ الدكتور خالد رفعت مدير مركز فيبا للدراسات السياسيه والاستراتيجيات، شرفت طبعا بمقابله حضرتك، واكيد للحديث بقيه. ما تقلقوش، عايزين تغيروا تقدروا تغيروا من غير ولا هندمر بلدنا ولا هنوقف حالنا ولا هنسد الشوارع ولا هنرمي بروحنا للتهلكة ولا هننط في البحر ولا نعمل اي حاجة خالص خالص. اعرف قانون بلدك كويس، اعرف الدستور بتاع بلدك كويس، شوف مين النائب اللي موجود عندك في دايرتك وروح له امسك فيه قول له الحكومة دي مش عجباني غيرها لي، غير لي الوزير، هو يقدر يعمل لك ده. عموما فاصل وهنكمل معاكم نهار جديد، كل سنة وانتم طيبين مرة ثانية.